كوبلر يؤكد أن مصادر الدخل النفطية ملك لجميع الليبيين، وفرنسا تحذر من تفكك ليبيا وتطالب بتحرك سريع. صوان يصف تحرير سرت بالاستحقاق الوطني الهام، وخطوات تفصل قوات البنيان المرصوص عن تحرير المدينة. جنتلوني يعلن عن تعاون إيطالي ليبي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية، وأهلا ومرحبا بكم من قناة ليبيا بانوراما. قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في كلمة له أمام مجلس الأمن في جلسته الطارئة الخاصة بليبيا إن التطورات الأخيرة في الهلال النفطي ستؤدي إلى إعاقة تصدير النفط وحرمان ليبيا من مصدر الدخل الوحيد، لافتا إلى أن مصادر الدخل النفطية ملك لجميع الليبيين ويجب أن تتم حمايتها وتصديرها شرعيا تحت سلطة المجلس الرئاسي. إن هذا التطور سيعيق الصادرات النفطية وسيحرم ليبيا من مصدر الدخل الرئيسي وسيزيد من الشقاق في البلد، لابد لذلك أن يتوقف. إن الموارد الطبيعية الليبية ملك لجميع الليبيين، لابد من حمايتها وتصديرها بشكل قانوني تحت سلطة الرئاسة، وإلا فإن المواطنين سيدفعون الثمن. ولذلك فإني أدعو لوضع حد فوري للأعمال القتالية، ونشد جميع الأطراف أن تتلافى إلحاق أي ضرر بالمرافق النفطية، كما ناشد احترام قرارات المجلس، خصوصا القرار 2259 والذي يقر بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بصفتهما السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا، ولابد من حل المشاكل بالحوار لا بالقوة العسكرية. ولقد سعيت للتفاعل مع جنرال حفتر لتشجيعه على الانضمام للحوار، ولكن محاولاتي ذهبت سدى. وفي السياق ذاته أشاد كوبلر بالتقدم الذي أحرزته قوات البنيان المرصوص في سرت، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة بات يندحر من ليبيا، ومثمنا التضحيات التي قدمت من مختلف المدن الليبية لمحاربة التنظيم والتصدي له. ومن ناحية إيجابية، فإن القوات الموالية للمجلس الرئاسي قد أحرزت تقدما ملموسا لطرد داعش من واحد من صروحها في ليبيا في سرت، وعن قريب فإن داعش يمحى أثرها من جميع أصقاع ليبيا. ومع ذلك فإن التهديدات الإرهابية في ليبيا وخارجها ستظل تلقي بظلالها وتتطلب حرصنا، ولذلك أريد أن أشيد بالليبيين 500 الذين ضحوا بأرواحهم والألفين وخمسمائة الذين جرحوا وأصيبوا في قتالهم ضد داعش في سرت، ولكني في الوقت ذاته أشيد وأخلد ذكرى وروح الآلاف الذين قتلوا وهم يتصدون للإرهاب في مناطق أخرى من ليبيا، خصوصا في بنغازي. من جهته دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي. وأكد السراج رفض جميع الليبيين أي تدخل عسكري خارجي بينهم يهدد وحدة وطنهم وسلامة أراضيه. وأضاف السراج قائلا: لن أقبل مطلقا أن أدير حربا ضد أي طرف ليبي لدوافع سياسية أو أيديولوجية أو مناطقية أو جهوية. أصدر نائبا رئيس مجلس النواب محمد شعيب وحميد حومة بيانا بشأن التطورات الأخيرة في الهلال النفطي، نتابع أبرز ما تضمنه البيان في الورقة التالية. We'll be right back.
حثت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية قوات حفتر على الانسحاب من موانئ نفطية رئيسية كانت سيطرت عليها في اليومين الماضيين على الفور ودون أي قرض دون أي قيد عفوا أو شرط، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا هذه القوات إلى الكف عن أي تصعيد عسكري. القوات الموالية لحفتر والتي سيطرت على موانئ راس لانوف والسدرة والزويتين والبريغة تنذر بإثارة الصراع على الموارد النفطية من جديد وعرقلة جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإحياء إنتاج وتصدير النفط. الرد من المجتمع الدولي لم يتأخر، فقد صدر بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة تدعو فيه كل القوات العسكرية التي دخلت الهلال النفطي إلى الانسحاب على الفور ودون شروط مسبقة. وأدانت القوى الغربية الهجمات على الموانئ وأكدت عزمها على تنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى منع ما وصفتها بأنها صادرات نفط غير مشروعة، مضيفة في بيانها إن البنية التحتية النفطية وإنتاج النفط وتصديره يجب أن يظل تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وفي بيان منفصل عبر مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقه الشديد بسبب القتال حول الموانئ النفطية، ودعا القوات التي سيطرت على الموانئ إلى الكف عن أي تصعيد عسكري جديد. وقال كوبلر إن الهجمات على الموانئ النفطية تزيد تهديد الاستقرار وتؤدي إلى انقسام أكبر للبلاد، وأنها تحد من صادرات النفط بشكل أكبر وتزيد من معاناة الناس على حد قوله. دعت الحكومة الفرنسية إلى تحرك عاجل يمنع تفكك ليبيا التي تنهار في ظل الصراعات المسلحة القائمة بين مختلف التيارات والتحالفات المتناقضة. وحذر متحدث باسم الحكومة الفرنسية الإربعاء من وجود خطر حقيقي على وحدة ليبيا، وقال إن الأمر يتطلب التحرك لمنع تفكك البلاد دون تقديم أي توضيحات أخرى. يذكر أن فرنسا أدانت إلى جانب خمس دول أخرى سيطرة حفتر على الموانئ والمنشآت في منطقة الهلال النفطي. قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء إنه لابد من فتح أبواب الحوار وغلق أبواب القتال والفتنة، لافتا إلى أنه يجب دعم المصالحات الوطنية وتحقيق التعايش السلمي للسير في خط الوفاق والتمسك بالاتفاق السياسي. وأضاف صوان على صفحته الرسمية فيسبوك أنه يجب على قوات البنيان المرصوص ألا يلتفتوا إلى الدعوات التي تؤدي إلى تشتيت جهودهم وتصرفهم عن استكمال تحرير سرت من تنظيم الدولة مهما كانت خطورة ما يحدث في منطقة الهلال النفطي، واصفا تحرير سرت بالاستحقاق الوطني الهام. كما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أنها نفذت أربع غارات جوية في سرت الأحد الماضي ضمن عملية برق الأوديسا التي طالبت بها حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ ضربات جوية محددة ضد تنظيم الدولة في سرت وضواحيها، ليصل مجموع الضربات الجوية إلى 143 ضربة منذ بدايتها والتي انطلقت في أغسطس الماضي. أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي الجاهزية للشروع في تشييد مستشفى عسكري في مدينة مصراتة، منوهة بأن الوزارة في انتظار الإقرار البرلماني للمهمة التي وصفتها بالإنسانية وأطلق عليها اسم أبرقات بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أكي. وأشارت بينوتي للصحفيين إلى أن المهمة تتضمن مشاركة 65 طبيبا وعاملا صحيا إضافة إلى 135 شخصا للدعم اللوجستي و100 جندي مظلي
يشكلون قوة حماية ويتناوبون على 3 فترات يوميا لضمان سلامة العاملين في المستشفى الميداني في مصراتة. تتواصل المعارك بين قوات البنيان المرصوص وبقايا تنظيم الدولة في مدينة سرت وسط تقدم ملحوظ لقوات البنيان وتضييق الخناق على التنظيم داخل الأحياء السكنية. التفاصيل نجدها في هذا التقرير. باتت قوات البنيان المرصوص على بعد خطوات من تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة بعدما سيطرت على أجزاء كبيرة من أخير معقلين له في المدينة الساحلية سرت في ظل معارك متواصلة. وتقوم قوات البنيان بعملية تمشيط واسعة للأحياء والشوارع والمنازل في سرت لتطهيرها ونزع العبوات الناسفة منها بعد الانتهاء من عملية تحريرها. مقاتلو التنظيم لجأوا إلى أسلوب المفخخات واستخدام السيارات الملغومة وعمليات القنص في المعارك بعد تضييق الخناق عليهم، لكن ذلك لم يفشل من عزيمة المقاتلين بل منحهم قوة وتركيزا أكبر على تحقيق النصر في أقرب وقت، فيما لم تتضح بعد حصيلة قتلى وجرحى تنظيم الدولة في الاشتباكات الدائرة في سرت. السلاح الجوي التابع للبنيان المرصوص قام خلال 48 ساعة الماضية ب13 طلعة قتالية على مواقع وتمركزات يحتصن فيها ما تبقى من عناصر التنظيم، كما قام بعمليات استطلاعية استهدفت مناطق جنوب سرت في أبو نجيم ووادي الرمل ومحمية زمزم وجرزة وجارف وأبو هادي والحنوة لمراقبة أي تحركات. كما انتشرت نقاط تفتيش متحركة على طول طريق الرابط بين مصراتة وسرت إلى جانب نقاط ثابتة تتولى تفتيش السيارات والأشخاص القاصدين دخول سرت. تسلمت المراكز الصحية في أبو هادي وأسواوة وجارف والقرضبية بمنطقة سرت شحنة من التطعيمات الطبية وأدوية مرضى السكري والأمراض المزمنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي فرع الوسطى. وقال مسؤول مكتب الرعاية الصحية الأولية محمد عبد الرحمن إدريس إن التطعيمات الخاصة بالأطفال المواليد من عمر الولادة وحتى عام ونصف وكميات من أدوية السكري وصلت إلى المراكز الصحية بسرت، مشيرا إلى أن شحنة التطعيمات تقدر بأكثر من 500 جرعة. قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني إن ليبيا لم تتلقى أي مساعدات دولية من الحكومات ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية رغم الوعود الدولية المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف. وحول تعرض بعض المهاجرين لأعمال عنف أكد الكوني أن ما يحدث من انتهاكات إنما تحدث بعيدا عن مراكز الإيواء الرسمية التي تضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة للموقوفين رغم قلة الإمكانيات. أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني عن ازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى بدء تعاون الحكومة الإيطالية مع حكومة الوفاق الوطني للحد من هذه الظاهرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. لأول مرة نشهد تعاونا فنيا مشتركا بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية، هذا ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في اجتماع مشترك الثلاثاء للجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حول ليبيا. جنتيلوني أكد على تعاون يضم خبراء يتبعون وزارة الداخلية الإيطالية ووزارة الداخلية الليبية، وذلك لتحديد أسباب التدفقات والوسائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الأيام بحسب جنتيلوني. البحرية الإيطالية كانت قد أنقذت قرابة 3400 مهاجر غير شرعي خلال اليومين الماضيين، كانوا يستقلون زوارق مطاطية باتجاه إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية، ما
مصرحة بأن العمليات شاركت فيها سفن إسبانية وأخرى إيرلندية والعديد من زوارق المسعفين المتطوعين. وقد بلغ عدد الزوارق المطاطية المنطلقة من ليبيا 17 زورقا، بها عدد كبير من المهاجرين من بينهم نساء وأطفال. وفي إحصائية مقارنة مع شهر أغسطس من هذا العام والسنوات السابقة، يعتبر هذا العام أكثر هدوءا بقليل من السنوات السابقة، إذ أن مجموع الوافدين إلى إيطاليا قبل عمليات الإنقاذ التي تمت في الأيام الماضية قد بلغ أكثر من 100,000 شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. برلمانيون بريطانيون ينتقدون تدخل حكومة كاميرون عسكريا في ليبيا عام 2011. هل حاولت في يوم تفهم معنى فساد المال العام؟ مثلاً حسام موظف في مكان عام رفض يقبل ملف شاب لأن ورقيه ناقصة. الشاب يبدي يختصر الموضوع واعطيه حسام رشوة. والرشوة بكل أنواعها نوع من أنواع فساد المال العام. حسن حتى هو موظف في نفس المكان وصاحبه يظن عليه يبيه سايرة، لكن في وقت الدوام. وعدم إعطاء الساعات الكاملة ليوم العمل حتى هو من فساد المال العام. وأخيراً وليس آخراً، زياد زميلة فهمة إن ما حد مدوره أو يتابع فيه ويبيه يتم خدمته بأي طريقة أو يأجلها. وعدم إتقان العمل من أساسيات فساد المال العام. لكن الحمد لله زي ما في موظف ما ينفعش، فيه موظفين كويسين زي حسام لما رفض الرشوة، حسن لما اعتذر من صاحبه، وزياد لما أصر يكمل خدمته. فياريت يكونوا قدوة ليك. حملة مسؤوليتي أنت الحل عن فساد المال العام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قال الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية تعليقا على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني بشأن قرار التدخل في ليبيا، إن القرار كان دوليا بناء على طلب من جامعة الدول العربية وأذن به مجلس الأمن الدولي لأجل حماية المدنيين. وأضاف الناطق أنه بعد 4 عقود من سوء حكم القذافي كانت ليبيا ستواجه بلا شك تحديات كبيرة، وسوف تواصل المملكة المتحدة لعب دور قيادي في المجتمع الدولي لمساندة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. هذا وكان تقرير للجنة الشؤون الخارجية البريطانية نشر الإربعاء، كشف أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى افتراضيات خاطئة للتدخل عسكريا في ليبيا. وقد وجه برلمانيون بريطانيون انتقادا شديدا لحكومة كاميرون، معتبرين أنه كان عليها أن تسعى عوضا عن التدخل العسكري إلى البحث عن حل سياسي يحمي المدنيين. انتقد برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء بشدة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكريا في ليبيا في عام 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى افتراضات خاطئة. رئيس لجنة الشؤون الخارجية كريسبن بلونت
قال إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام القذافي. وأضاف بلونت أن حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى عوضا عن التدخل العسكري إلى البحث عن حل سياسي يحمي المدنيين مثل إصلاح النظام أو تغييره، وكان لمثل هذه العملية أن تتيح حماية السكان المدنيين بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا. كما تضمن التقرير أن حكومة كاميرون أخذت الأمور بشكل انتقائي وسطحي وإلى تحليل جزئي للأدلة وعلى تغيير النظام عبر وسائل عسكرية فقط. وحمل التقرير الذي جاء في 49 صفحة كاميرون مسؤولية الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا والحرب الداخلية بين المجموعات المسلحة والكارثة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الموسعة داخل البلاد والانتشار الواسع للأسلحة وظهور تنظيم الدولة. كاميرون الذي استقال من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي استقال أيضاً الاثنين من عضوية البرلمان قائلاً إنه لا يود أن يسبب ارتباكاً لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً ذكرت فيه أن سبب مسارعة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين إلى نقل المخزون الكيماوي من ليبيا جاء على خلفية تواتر أخبار تفيد بوصول تنظيم الدولة إلى محيط مخزن يحوي مواد كيماوية يقع بالقرب من منطقة ودان، ما دق أجراس الخطر خوفا من استخدامها في هجمات إرهابية. وأضافت الصحيفة أن الجهد الدولي الذي انتهى الأسبوع الماضي ونتج عنه نقل المخزون عبر سفينة دنماركية وتم تفريغ حمولتها من تلك المواد في مرفأ ألماني للإتلاف كان أحد النجاحات القليلة التي حققها الغرب في ليبيا. تستعد العاصمة الجزائرية لاحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الأطراف الليبية. المؤتمر يتوقع أن يعقد منتصف شهر أكتوبر القادم في حال نجاح هذه المساعي. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر قد زار الجزائر الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات هامة مع سفراء الدول المهتمة بالملف الليبي كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر وقطر والإمارات. وقد يكون اجتماعه بمسؤولين جزائريين ذا صلة بالتحضير لهذا المؤتمر. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات أيام التشريق الثلاث التي يقضي فيها الحجاج في مشعر منى ليلة 11 و12 و13 لمن أراد التعجل. وبحسب وزارة الداخلية السعودية فإن أي حوادث لم تسجل في موسم هذا العام حيث تجري المناسك في يسر وسهولة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. يواصل حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم نحو 2 مليون حاج رمي الجمرات الثلاثة في أول أيام التشريق وهي أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة بعد يوم النحر، حيث يرمي الحجاج في هذه الأيام الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى. وكان حجاج بيت الله الحرام قد أنهوا الاثنين شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر في يسر وسهولة ودون أن تسجل أي حالات تزاحم عند منطقة جسر الجمرات. وزارة الداخلية السعودية قالت خلال مؤتمر صحفي إنه لم يحدث ولم يرصد ما يعكر صفو أمن حجاج بيت الله الحرام وإن أمنهم وسلامتهم مستمرة في كافة مراحل آدائهم للنسك وأيضا خلال تواجدهم وحتى مغادرتهم الأراضي المقدسة. تابعنا أشياء كثيرة عبر وسائل الإعلام وفي كل مرة نسمع شيء من مثل هذه التهديدات أو أعمال التحريض كنا نتمنى لا تكون صحيحة، ولكن نأخذنا كل شيء الحقيقة بعين الاعتبار ونراعي كل شيء لأنه الأمن سلامة أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم وهدف رئيس للمملكة العربية السعودية.
ويشار إلى أن أعدادا كبيرة من الحجاج قد أدت طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وعادوا للمبيت في منى، وسيواصلون رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله إن إعادة التصدير من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي ستبدأ العمل فورا، مرحبا بوضع الموانئ النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف صنعالله أن الفرق الفنية بدأت فعليا في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن، منوها إلى أن هذا الأمر يعتمد على استلامنا للأموال الضرورية من الموازنة وعلى فتح موانئ الهلال النفطي وفتح الصمامات والأنابيب لحقول المنطقة الجنوبية الغربية. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام التاسعة، وهذا تذكير بالعناوين. كوبلر يؤكد أن مصادر الدخل النفطية ملك لجميع الليبيين، وفرنسا تحذر من تفكيك ليبيا وتطالب بتحريك سريع. صوان يصف تحرير سرت بالاستحقاق الوطني الهام، وخطوات تفصل قوات البنيان عن تحرير المدينة. جنتلوني يعلن عن تعاون إيطالي ليبي لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.